الحبس لمدة عام بسبب أنه تشدته هو على ود الفساد في حمام مع راجل عام وهو مشدود في. أقسم بالله أخويا بكر، 2004 هادشي. أو في الحمام مع راجل؟ آه، وتشد عليها عام في الحبس. إذا بغيتيني إذا بغيتيني أرجع معاك مزيان ونولي نعملك مزيان وشكون في عيني زوينة وما نبقاش نضربك وما نبقاش نجي سكران، قلت لي أنا هادشي اللي بغيت. قال لي إذا بغيتي هادشي خصك اسمح لي على هاد الهضرة، ولكن قال لي خصك تنسي مع خوي. أو أو كل قرا مزيان أمين راح نوليو باخر. تنقول ليه لا سمح لي أنا ما نقدرش. تيقول لي أمينة راه خصك تشوفي مستقبلنا وتشوفي هادي. نقول ليه شتا بعقل في درجة وما كنتش قادرة نهضر. صافي قلت لي ديك المرة قلت لي أنك أنت ما كنتيش في الوعي ديالك، دابا كتقول لي أنك صحابك بجوج على ود 20 عام. أنا ما قادرش صافي منين شفتو بقيت كنبكي، بقيت كل كنترعد. قال لي قلت يطلع عند باب داك يتغاوت هو ويا مو كتقول لي هادشي اللي بغيتي. مو بداش كتقول لي راه هي اللي كانت كتقرب مني، هي اللي كانت كتغري. قلت لي انا خالتي كنت ما قادرش انا نهضر. هو بدا كيقول لك كانت هي كتغري، راه ما تهبطش هكاك في ديك الحاله كامله كترعد كره بقات معاه. قال لي اصلا هو من تما فين غادي تجبد عاوتاني ديك الهضره اللي انا لقيتها. قال لي هو كانت غتغري ما يتشدش هو عام وهو مشدود في الحبس علام وهي تسكت. صافي ديك الساعه انا ما قدرت لا قدرت ندير حتى شي حاجه. شنو عندي صافي هبطنا للسكر ما تبقاش تطلع لعندو. ما بقيتش كنطلع واحد المده مرة عاوتاني رجعت لنفس السيستم. هو ولا با تيجي لعندي حتى للدار لتحت، هو تيخرج هو تيجي لعندي تيقول لي نوضي. راه كنقول له راه ما خصكش تبقى تدخل عندي للدار. تيقول لي راه دي داري ما تنسيهاش، راه كلشي ديالي، الا بغيت نخرجك من غدا انت ويا نخرجك. صافي شنو ندير ما كنلقى ما ندير. وخا هو كيقول لي ما طلعيش رباه راه تيجي حتى لعندي للدار. تخيل معايا كلشي تيدخل ليا في حوايجي، الماكله ديالي تيدخل فيها كلشي، الماكياج ولا كيقول لي ديري الماكياج وخرجي به اجي لعندي. وانا ساكته ما قادره ندير حتى شي حاجه. موراها جيت لدارنا واحد يعني جاي نشوفه مرجع في حالي. جيت ماما شافت حالتي كي دايره قالت لي مالك وليتي هكا شنو عندك شنو هادي. قلت لها ماما صافي هادشي اللي كاين، ما بغيت نقول ليها والو. قلت لها صافي ما كاين حتى شي حاجه. عاود ترجعت بقيت هكاك معاه نفس الشيء با عاوتاني كيبقى يتحرج بيا. صافي انا نوضو الصداع تقرر انا ما يدير انت زعما ضارب بوحدي عن الصقر. انا فداك السفلي يعني ندير مناناتي وندير داكشي ديالي مبقى تما مبقاش نطلع عندي الصقر. ريت هكاك لوقيته فاش غادي نولد. صافي بدا كيشدني الحريق بدا كيشدني. تخيل معايا بعدا انا قريبة لدارنا، بيني وبين دارنا تقريبا 5 درهم ديال الترونسبور. بابا ما عمرو ما جا عندي، ما عمرو ما عرف داري كي داير. خواتاتي ما عمر حتى واحد، وخوتي ما عمر شي واحد ما جا عندي. ماما جايه عندي مره واحده، حتى واحد ما كيجي لعندي حيت هما كيقولوا لي ما يجيوش عندك والدك، حنا بغيناك انت لكن عائلتك ما بغيناهاش. المهم بقينا على داك الحال هنا فين اصلا هاد الوقيته كامله ديال الحماله. هو تيقول لي لا يعني نكر كيقول لي انا كنقول ليها عمي بعد ان انا ما تخصكش تبقى تحرش بيا ولا داك الشيء. راه كيقول لي لا وهادي انا ملي تيجي لدرجه وليت كنعاود لولده اللي هو راجلي. تنقول ليه باك السيد هاد ليا شتي ديال ماشي شي عنده. تيقول ليه لا راه هي اللي كدير. سلمت الامر الواقع صافي وليت سكت حيت عرفت انا واخا نقولها ليه غايقول ليه با عاوتاني هضره اخرى. هو تيسمع فيه هذيك الطبيعه اللي انا تيسمع لوالديه بزاف اللي قالها لي والدي تيسيقها. ما عليناش بقيت هكاك غاده كما قلت لك. وصلت لوقت الولاده بدا كيشدني الحريق. تخيل معايا صافي لوقيته فاش يشدني الحريق ديال الولاده 3 ايام وانا فيا الوجع. ما بغاوش يديونا للطبيب. با تيقول لي ما ديهاش خليها تموت هنا. ما كتقول لي راه اصلا اللي ليتها ولده في الدار هي اللي بغات تمشي للطبيب. عاد كتكذب عليك وانا الطبيب عمرني ما شفته تحاليل حتى حاجه ما درتها. بقيت هكاك النهار اللي غادي نولد فيه اللي هو نهار الخميس، زعما نهار الجمعه غادي نولد في الصباح الخميس مع وقت العصر. قلت لها خالتي راه صافي راه ما كناش انا بالليل والحريق فيا وداكشي. قالت لي شوفي غادي تمشيو لواحد البلاصه بحال العين نعطيكم الزرعه تمشيو تغسلوه من هني تبدلوا الجو من هني انت تتحرك. قلت لها واخا اقسم بالله اخويا بدر الى حامله وغدا غادي نولد
راه اقسم بالله راه كلشي الفم الحريق ديال الاولاد. هو شاد ديك الفك ديك الطوموبيل شاد الكارو كيكمي ولا ما عرفش يدير، وانا جالسه كنغفل في داك الزرع يعني تنتخطى بالحريق. هو خاطاك وطلعت معاه، انا حامله وهزت الخنشه ديال ديك الزورق طلعها متسمعاتها للسطح. الشتا كتكون خاط نسمو باه يقول لي لا بقيت سيقي، الشتا كطيح في السطح وانا تنسيق حتى حوايجي كيوليو كيقطرو ما تيحنوش فيا. يعني حاسب انك فحال شي خدامه جايب لك لديك الدار العاده بالي مدوزتو معاها. واخا هكاك صبرت ديما تنقول واقيلا راه يمكن هذه هي الحياه الزوجيه هكا دايره. ماما كنت كنعاود ليها كتقول لي انت هادشي اللي بغيتي بما انك صافي صبري. ماما منين شاف داك الشيء واخا هكا كانت كتقول لي صبري ما عندك ما ديري صبري ما عندك ما ديري، صبرت انا دوزت كيف ما قلت لك داك النهار ديال الخميس. نهار الجمعه صافي شدني الحريق ما بغاوش يديونا للطبيب صافي. يعني ديك الساعه لقيت التليفون باش نعيط على ماما ما خلاونيش، قالك ما تعيطيش لماماك صافي سكت ما بقاش نعيط لماما. تخيل معايا جالسه في داري هكايا وهما تيهضروا برا هو ومو باه، باه تيقول ليه ما ديهاش، امو كتقول ليه ما ديهاش راه كتكذب عليك، انا كنقول ليهم راه هادشي اللي فكاش ما بقاش يتحرك. تخيل معايا الوقت فاش غادي نوقف، بقات امو كتقول لي كتكذبي انت باغا تمشي للطبيب غير كديري هكا بالعاني، بقيت فاش غادي نوقف بحال شي روبيني هكا يا خويا بدر ديال الدم وطلقتيه. منين شافو هكاك هما تخلعو، يعني قالو راه السيد وقع لها تمن هنا ولا ما نعرف شنو وقع لها. مشيت لتما للطبيب دخلت بعدا منين كنت معاهم تما في الدار شافو داك الدم هكاك صافي هما تخلعو، بداو كتقول لي مو غير ديها للطبيب راه غادي تموت لينا هنايا، ديها للطبيب راه غادي توقع لها شي حاجة. صافي داوني للطبيب مشيت دخلت انا بوحدي، هو ما دخلش معايا لا هو لا قالك حنا ما ندخلوش ما كنعرفوش، وانا الحريق فيا وتنسول عافاكم فين جات غير الطبيبه ديال الاولاد غير نمشي نولد تعتقني. دخلت لعندها قلت لها اختي عافاكي ما عتقيني، قالت لي مالك، قلت لها راه غادي راه نولد، قالت لي ارد صار صحي ديالك عطيه شويه خاوي ما فيه والو حتى حاجه، قالت لي الدوسار واش هذا يلاه شريتيه، قلت لها علاش، قالت لي راه خصك تكوني كديري الكونترول ديالك وتكوني كدوزي كدكي واحد الشوكه والتحاليل فينا هما. قلت لها اختي غنجيك للصراحه، قالت لي شنو، قلت لها هاد الناس شنو شنو طاري لي بيناتهم على المشاكل وما عنديش زوج قاصر وما عنديش حتى العقد. جاب الله كانت بنت يعني باقا صغيره تقريبا شي 27 عام، حنات فيا قالت لك صافي ماشي مشكل دخلي تولد. منين دخلت ان فوا منين شافتني قالت لي ما توليش ولا طبيعيه خصك سيزاريان بفتيح. خرجت لعندهم قالت لهم الا ولدت هي اما هي اما داكشي اللي فكرش غادي يموت حيت البنت راه ما قاداش يلا عندها 17 عام. قال لي هو ماشي سوقنا ولديه ولاده طبيعي، قالت لي قال لي شحال كدير بعدا ولاده سيزاريان، قالت لي باقي لها شي 60000 ولا 80 ما عرفتش انا شحال داكشي، قال لها غاليه ولدها ولاده طبيعي، قالت لي واخا نولدها ولاده طبيعي ولكن بشرط، قال لي شنو، قالت لي عاد سني لي على واحد الورقه باش هي لا ماتت اولا لا مات داكشي اللي فكرش ما تلومونيش تقولوش لي انا اللي قتلته. تخيل معايا خويا بدر بكل برودة سينا على ديك الورقة بأنني أنا لو قالت لي شي حاجة ما عندوش مشكل سينا عليها عادي خرج بحالو. من خرجت عندي البنت كتقول لي شوفي أختي إن فوت ولدي زي حوايجك وسيري لداركم، ما تجلسيش مع هاد السيد. قلت لها علاش، قالت لي شوفي أصلا ما في ما يتشاف، قالت لي أصلا واش الإنسان اللي عايش في مرتو كتقطع بالحرق، قالت لي جاية عندي كامل حوايجك حوايجك دم وما يحنش فيه، قالت لي واحد راه يبيع لك حوايجو باش أنك أنت تولدي بخير ما حنش فيك. والدي كتقول لي شنو سميت ماماك ما عقلتش كتر داك الحريق اللي فيه، بقيت كنقول لها غير ولدي انا دار وي الناس كيولدوا ساعه ولا نص ساعه، كاش انا ثلاثه السوايع هنا في البلاصه ديال الاولاد. دخلت بنت عندها 17 عام خرجت بنت عندها 55 عام. علاش ما بقى يعني راه تقريبا يقدروا البنات يفهموني اذا كانوا كيسمعوا اللايف. راه عارف البنت ملي كتدخل تولد ولادة طبيعية بالغراز ما كاين لا يعني طبيب غير عادي غير صغير تكرفس ولادة ديال بصح موت شفتها بعيني ما خليت ما درت صافي. يعني كتخرجي كتدخلي بنت انك مازال صغيرة مازال كتخرجي بنت ما قادرهاش تتمشى ما قادره دير حتى شي حاجة في حياتها، كلشي شي حياتك كاملة كترول ما عارفاش 17 عام كلشي كيقولوا لي حزنيها ما عارفه ما عارفه ما ندير. يعني الولاده كانت كتجيني بحال شي حاجه كتقول لي كنت في يديا هاكي بنتك راكي قلتي على خير.
خاكك من جديد ديك البنت فرحت نسيت كلشي، قلت راه يمكن منين عنولد دابا راه يتبدلوا معايا وعتبدل المعاملة ديالهم ويحنوا فيا اكتر. منين ولدت قالت لي راكي ولدتي، وتفكيت على خير مدات لي البنت شديتها عندي، قالت لي الحمد لله وشكري بنتك صحتها مزيان وتنتي راكي غتولي ان شاء الله بخير. قلت لها ان شاء الله عاد انا راه ما بغيتش ندخل معاكم اخويا بدر لديك داك البلا داك الشيء ديال الولاده بالخصوص، ولكن غنقول لكم حاجه وحده اللي هي يحسوا بيا البنات، انك تولدي بلا بلج وتقطع لحمك بلا بلج وتخيطي عاوتاني، المهم واحد التكرفيس راه ما يمكنش عليناش. المهم من عطاتني ديك البنت شديتها فرحت بيها، والله الا كنقول يا ربي هاد البنت يعطيها الزهر يكون ماشي فحال فحال زهري انا. منين لبسوني حوايجي وخرجت كنقول يا ربي لقى شي واحد معايا، ولا نلقاهم كاينين برا كيساينوني، ما لقيت حتى واحد لقيتهم مشاو حتى واحد ما كاين. دخلوني لديك القاعه فيها العيالات، شي لحقرة انك تحسي بها كتشوفي مرا هي وراجلها فرحانين وعائلتها معاها وانت بوحدك. خرجت معها مع ديك تقريبا نقول ديك 3 نهار جمعه، خرجت مع ديك العاصر بحال هكا من ديك البلاصه، من العصر والليل كامل ما جا عندي حتى شي واحد، حتى الماكله هي التالي ما جابوهاش ليا، جالسه بوحدي باغا نهضر مع ماما عاد حنبكي تقول لي الناس مالك، كنقول لهم معليش راه حقا بقى فيا الحرق ديال الولاد، كل شيء اللي معاها راجلها اللي مع انت واحد نسول فيه حتى الصباح عاد جاوا باش يديوني عاد جايب لي الماكله حقا سمحي لينا البارح راه ما لقيناش كيفاش غنديرو نجي، هو الطبيب حداهم. صافي سكت مشينا، قال لهم راه خصها تخرج، قال لهم ما عندهاش العقد ما عندي كان ندير نخرج العقد ما عنديش. خرجنا غير بالكليان يعني غير الكليان والفلوس وداكشي، ما عرفتش انا شنو دارهم حيت انا اصلا ديك الساعه راني في القاعه ديال الولاد ما عرفهمش واش كيديروا برا. حتى جاو خرجوني قال لي حكا راه غير الكليان وداكشي اللي عاونونا باش انا كتعرف. خرج مشيت تما للدار، هو ما جاش لعندي، جا عندي خوه امه. تخيل معايا منين وصلت للدار، كي وصلت لقيتو تيغاوت قالك باغي يضربني وانا باقي يلاه 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 جيبي بنتي. علاش؟ على من؟ على انني حيت انا الوقت اللي كان فيا الحريق عارفين البنات واحد دام نهار يعني الليله ديال الخميس بالليل ما نهزش حيت كان فيا الحريق ديال الولاد، وترتقات لي ديك السقيه واحد الما تيبقى يهبط منك اخويا بدر يعني بلا ما تحسي. انا في ديك الوقت تخيل معايا الوقت اللي جاني فيها الوجع تحول هو مشى لبيت اخر، قال لي باش ما تصدعينيش في راسي. هو في بيت ناس وانا في بيت اخر كنتوجع، تندور الليل كامل هو تيدوز من حدايا تيمشي للطواليت حاشاك وتيدوز ما كيقولش ليا تاكي بقيتي ولا باش كتحسي، بحال شي لقطه وتيحنوا فيها الناس. بقيت هكاك يعني داك الحوايج ديالي يعني ملي تيفزكوا ليا بداك الما تنحيدهم تنحطهم في السطل، كنقول تنسالي تنقدو هو على من بغى يضربني قالك على داك الحوايج اللي خليت انا تما كانش خصني نخلي. كنقول انا راه كان فيا الحريق راه كان فيا الوجع راه ما قدرتش. المهم بقاو هكا والدي تيكالمي وخوه وداكشي خوه اصلا كان معايا مزيان صراحه الله يعمر ليه طرف هاد النهار، كيقول لي واش البنت باقيه الله والده باش تفرح بها وتهز بنتك، ما عرفتي واش عندك تا بنت ولا ولد ونبغي تبس معاها. قال لي اصلا شنو ولدتي؟ قلت ليه ولدت بنت. قال لي وسيري انت وديك البنت في حال لا جاي انا باغي الولد. قلت هذا الشيء اللي قسم عليا الله شنو غندير انا. المهم بقينا غادي نفتك سنين نشوف يعني انا حاولت حتى داك المشاكل اللي كانت طرا في الولاده وداك الشيء قبل من الولاده حاولت نختصر. دوز ديك الوقيته نجي دخلت واخا كان داك بغى يداز معايا بغى يضربني فكو خوه بقى كيكالمي فيه. دخلت انا حطيت بنتي ما عارفه ما ندير ليها، خليتها هكاك مسحت ليها شويه وجهها وداكشي لبستها حويجاتها وجلست حدا ما قادراش نوقف، راه جيبني غير شاديني جلست. عاد هو جاي عندي قال كيقول لي سمحي لي انا حكره ما كنتش كميت داكشي لهاش داكشي اللي درت فيك. قلت لي صافي المسامح كريم، قلت لها عطيني غير نهضر مع ماما راه بغيت نهضر معاها. تخيل معايا ملي صونت لماما قلت لها ماما راني ولدت، قالت لي شحال ولدت؟ قلت لي يومين. هاد ماما بحال درتيها بجن وهي كتبكي وفراسها هاش
يعني انك انت مثلا يلاه عندك 17 عام ما تحسيش شويه من داك الحنان ديال ماماك، توقف معاك ولا شي واحد، كلشي ضدي، ما سول فيا حد بحال شي وحده من الزنقه ولدات، ما معايا حتى شي واحد بوحدي. ملي قلتها لها بقات ماما كتبكي كتقول لي كده سرنت ولادك، تنقول لها ماما داكشي صافي اللي عطا الله عطاه كلشي فات. دابا اجي عندي قلت لي علاش مالك شي حاجه، كيعاملوك كيداروا معاك؟ قلت لها ماما راه ما مخليني مخسر، راه كيعاملوني مزيان. اجي قالت لي غدا غادي نشوف واش خصك شي حاجه نجيبها لك. مو بقات كتقول لي قولي لها تجيب لك الكاطو وتجيب لك الشكاب وتجيب لك داك الحلوى وتجيب لك. قالت لي قالت لي ماما شوفي كل شيء غنجيب غدا ان شاء الله غنجي عندك. تخيل معايا ماما ما نعساتش، الخمسة الصباح لقيتها كتدق عليا في الباب. وصلت نهار خمسة حلت ليها الباب دخلت لعندي، يعني شافت حالتي اصلا على عينيها، ما قدرتش نوقف، ما قد... يعني ما تنوقفش، تمشي جالسه ما تنوقفش، تمشي غير على جنبي ناسه في الارض وتنزيد، ما تنقدرش نوقف كاع. المهم بقيت هكاك، جات ماما دوزنا داك الصباح بدات كتوريني كندير نتعامل مع البنت، كندير نبدل ليها، كندير نقمطها، المهم داكشي ما عليناش. بقيت غادا فداك الشي. المهم دوزنا النهار الاول، النهار الثاني كلشي داز مزيان، جات واحد اختي حتى هي حضرت معانا وخويا كلشي، حيت اصلا خويا اللي غادي يدخل معايا الشمال عايش بوحدو مع جداتي معاهم، حتى الخطوبه ديالي ما حضر لها حتى شي، معني ما عرفنيش اصلا انا اش باش ندير في حياتي من فوقاش وانا مزوجه ولا ما عارفه عليا والو. اهليناش جا حضر وداك الشي مشى بحالو، دوزنا داك الشي. ماما زعما كانت بغات تبقى معايا لو ديك السبعيام تنتعلم انا ونعرف نربيها شويه ونعرف يعني تنبرى شويه. ملي وصلت اخويا بعد الوقت اسبوع اللي هو زعما اسبوع تيعرضوا على العائله، انا فرحت والله حتى فرحت، كنت كنقول العي عوضني وعاجي العائله وعنحضر وعيفرحوا معايا وعنشط، يعني ولو غير شويه من داك الشيء اللي فات نحوضوا داع. جلسه كنحلم عنعرض على ديك البلاصه ديك البنت وعنعرض على هذيك البنت وعن في الاخر تحاربك وعائلتك كل شيء تيقول لي نورا عيط امينة عيط ليا عيط لينا عيط لينا، كنقول لهم واخا غادي نعيط لكم كامل فرحانة. صافي من وراها النهار اللي غادي يصبح بقات زعما يومين، اللي غدا غادي يكون اسبوع، اليوم ماما قالت لي عفاك ولدي هانت عيط لخوها وراجل اختها، راجل خوات هذا عيط ليهم عرضهم باش يجي. قلتها لي انا، قلت لها واخا انا نمشي نقولها لي وهانش. ملي مشيت قلتها لي انا تبع هو في براتي تيكمل كارو، انا نايضه لعندو تنقول لي عافاك ما صوني عليهم عرضهم باش يجيو عندي. شكون اللي غيعرض؟ غيعرض خويا يعني وراجل اختي. تيقول لي اها واخا بلاتي. صافي انا بقيت هكاك تابعة واحد شويه، ويقول لي شوفي دخل هكا لعندي البيت لوسط الدار، قال لي جرني هكا ودخلنا لوسط الدار، قال لي شوفي انا ما باغي حتى شي واحد، ما نعرض على حتى شي واحد، ما باغي لا امك لا باك لا اختك لا اخوك، انا باغيك انتي، حتى واحد ما بغيش يجي لعندي. صافي شويه بقات كتقول لها ماما هاد الهضره، كتقول راه عائلتها من الطبيعي انهم يحضروا معاها، قال لها ما بقيت باغي حتى واحد. شويه صافي دات الماما بدا كيسب في ماما، انا ما احترمت حتى شي حد. صافي بقيت انا جالسه كنكلمي داك الوضع، ماما قالت لي يعني ما نبقاش معاكم. شويه جباه كيقول لي اصلا بنتك سير دير علينا الحرام ديالك، بنتك ما عندهاش العقد، دير الحرام ديالك علينا فحالك وسيروا في حالاتكم. ماما قالت لي الا كان الحرام راه عايش معاكم، يعني راه معاك انت، اما انا راه ما عنديش الحرام في دار، راكم نتوما اللي ما بغيتوش ديروا لها العقد، يعني العقد ديك الساعه ما عنديش، حيت انا الوقيته فاش تزوجت غير تزوجت ولدت بقيت راسي حامله، موراها جات كورونا، اصلا الولاده ديالي كانت في كورونا، يعني ما كانتش كل شيء كان سهل. قال ليها وين تقل كنت انا مزوجه بيه، قال لها غير تولد وداك الشيء غنديروا لها العقد، ولكن دابا ما عندنا ما نديرو، خلاتها تبكو ديك الساعه ملي تفقد دابا وداك الشيء تقول لها انت شويه وغنديروا العقد. مهم داب زوبة مجمعات حوايجها بغات ديني معاها، جات دخلت ديك الجهرة اللي كان جابتهم ليا هما الأولين، بدات كتفك قالت لها لا حقا ما ديهاش معاك، خلي البنت في دارها سيري غنتي. مشات ماما
هذا اللي عاوتاني اسبوع يدوز بوحدي ما معايا حتى شي واحد، هما بوحدهم ما حتى العائله ديالهم ما كاينينش، ماشي من داك النوع ديال الناس الاجتماعيه اللي تيعرضوا على الناس وسخيين. تخيل معايا غير المراه اللي جات طلبت شي حاجه غير دوك الناس اللي تيطلبوا عطيتها شويه الخبز تيسلوني انا عليه المعيه، تيقول لي ما تعطل حتى واحد، يعني واحد العائله في شي شكل. المهم بقيت انا غادا على داك الريزم الاسبوع ديالي ما كاين فيه حتى شي واحد بوحديتي، هما برا وانا اللي دخلت عند كي ما خرج ما الماكله ما كليت حتى شي حاجه اصلا. مو منين كانت انا ماما تخيل معايا انني انا نافسه، الفطور ما كتهبطش لينا وفي الغدا كتهبط لنا اتاي والخبز، انا يا حسره نافسه غنشرب اتاي والخبز، في العشاء كدير لنا سباكيتي انا نفسها ناكل داك سباكيتي. بس زعما قالك خصكي تاكلي انت يدك نفسها، راه كتاكل الفاخر تاكل شي حاجه باش كيجيها الحليب. المهم داكشي كامل ما كاين منو والو، يعني ما كتعرفني انا بتا شي حاجه، لما لا بغيتو ما كنلقاش منين نجيبو حيت الماء ما عندوش في الدار لتحت، تنبقى بلا عطش، هو ما مسوقش، ما عرفني انا واش خصاتني شي حاجه، ما عارف عليا والو حتى حاجه، ما عارفه عليا كترت مع داك السميشو داكشي مرت فراسي اقسم بالله الا تعقدت مورا هاد داكشي. انا ما تنهضرش معاه حيت يعني ما بقيناش انا وياه تنهضروا، علاش؟ حيت عاير ماما قدامي ما بغات حتى شي واحد صافي، يعني هملتو مبقيتش كنهضر معاه وما تيهضرش معايا. دوزت تقريبا شي مرسوع يعني شي 5 ايام مشيت عندو، انا مشيت لعندو قلت ليه دابا شنو استفدتي من هادشي كامل، ها انت حرمتيني ان عائلتي يجيو يفرحوا معايا، حتى حاجه ما بغيتيني نديرها في حياتي زوينه وقفتي لي في حياتي، قلت لي صافي انا غنكمل تكمل بنتي 40 يوم غنجمع حوايج وغنمشي لدار صافي، الله يعاونك والله يسهلك، انا وياك ما درنا في طاجن ما يتحرق بنتي على ربي، ما بغيتوش ديروا لي العقد الله يهنيك بيه. صافي قال لي شوفي الا مشيتي تخرجتي من هنا من الدار غنشوفك وغنقول لهم، نقول لخوك انك انت ماشي بنت، انا غير سترتك ونقولها لوالديك، اصلا قال لي والديك راه في الخبر، ونقولها لباباك ونقولها للجيران ديالكم ونشوهك حتى واحد ما يبقى يشوف فيك. وانا يعني ما بغيتش ديك الشوهه، انا ما دايره والو علاش انني غادي نتشوه، بقيت كنقول ليش بغيتي عندي علاش انا تشوهني، صافي الله يعاونك الله يسهل عليك، انا ما بغيت باغي منك والو. كيقول لي لا يعني ما تقوليش بحال ديك الهضره، انا والله تندير لك والله تنفعل لك السيف هنا خصك تبقى. المهم ديك الولادة عاد مازال فيه، ولا تيجي لدار السلام درجة بنته اقسم بالله الا بنته واحد النهار الا ما دخلت 12 ديال الليل بقاني انا تنسكت في البنت كتبكي، ملي مشى بغى يقتلها بغى يقتلها، تيشد المخدة و تينخنقها. اوو بزاف. والبنت عندها شهرين تنشوف بنتي انا مقمطه رجلي تتفركل في وسط داك الحم داك القماط ديالها، يعني تخنقات، بقيت كنغوت يعني تهبطوا والدي كنقول لهم راه بغى يقتل لي بنتي، يعني واحد الجحيم راه ما يمكنش، يعني وليت خايفه عليها اكثر من اللي خايفه مرض على راس خراني بوحدي، زعما والدي راه مابقيتش ساكنه معاهم وليت عايشه في دار بوحدي، ولكن ولا عندي الرعب معاه هو تبدل 180 درجة. حكم ما تبكي البنت يجي لها، البنت باقا صغيرة وتيضربها، يلا عندها 3 شهور شنو ما يتضرب أصلا ديك البنت. مهم ولا تيسكر كيف قلت لك تيجي، ولا تيسكر حداها بنت وحداها هو تيجي بشربتها للدار، ومنين تيسالي تيضربني أنا وهي كتشوف حد، مني دوز ساعه ولا ساعتين يجي يطلب السماح ويقول لي اسمحي لي انا حقا ما شعرتش براسي وانا هادي نموت، نقول لها خالتي عافاك وريني كيفاش ندير ندوش ليها ولا كيفاش ندير لها، كتقولي ما كنعرفش انت اللي بغيتي الولاد تحملي مسؤوليتك. وهذا الشيء كامل واخا هكاك دوزت معاها 2 عامين كنت مازال باغا نزيد نصبر، حتى واحد النهار وهادي نقدر نقول لك عاود دابا هادشي هاد القصه هادي عاود تا الناس اللي قراب ليا بزاف، ولكن هاد الاخر السبب اللي خليني انني نجي لدارنا ديال بصح
عمرني ما عاودتو لشي واحد، حيت اصلا تيجيني عيب وحشومه، ولكن دابا نعاودو قدام ناس كاملين. تخيل معايا خويا بدر قال لي جي هو وخوه، وانا خوه تنحتارم، قال لي الا بغيتيني نرجع معاك مزيان ونولي نعملك مزيان وشكون يفعيني زوينه وما نبقاش نضربك وما نبقاش نجي سكران، قلت انا هادشي اللي بغيت. قال لي الا بغيتي هاد الشيء خصك اسمح لي على هاد الهضره، ولكن قال لي خصك تنسي مع خوي. او كل قواه العقليه وخوه كاين كاين تيشوف في عيني في عيني معايا في البيت. انا منين دخلت منين كاين انا في البيت هما جاوا بجوج، منين جاوا كيقولها لي هو خوه داخل مع انت تسحبني على ودي، يعني باغي شي حاجه ولا باغي يقول لي شي حاجه. ما يعني اصلا جاتني غريب ان خوه داخل عندي البيت هو ويا، ما فهمت ولا انا قلت ربما يكون باغي يهضروا معايا شي حاجه. منين تيقولها لي خوه خرج بقى هو جا عندي تيقول لي امين هادشي راه يدوز دغيا ما تخافي من والو. موليش هاد الهضره تتقول، تيقول لي هادشي غيبقى بيناتنا على ودي. ماشي على ودك، وانا اصلا حياتي دوزتها معاك في الرعب. تخيل معايا خويا بدر، يعني تديك العلاقه ما بينك وبين الزوج ديالك اللي هو كنتش كنعيسها معاه في الجحيم. ملي كان ينوضو كيمشي من حدايا تلقى داتي كلها زرقاء، ولا عندي خوف من ناموسية، ولا عندي خوف من شي حاجة سميتها الزواج. ناموسية ولات كتبان ليا بحال واحد الحاجة اللي هي يعني الواحد كيتهدف فيها. مبقيتش كنقرب ليها. ديك الساعة عندي 17 عام، 16 عام دوزت كامل الجحيم معاه، في الحياة ديالي، في العلاقة ديالي معاه، كل شيء. باش كملها قالك انا حقا شهيتك تكوني مع خويا، بغيت نشوفك مع خويا. واو 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 واو، كنقول لي راه خوك هذاك، واش انت عارف راسك اش كتقول؟ تقول لي على ودي. كنقول لك كيفاش على ودك وراه خوك هذاك؟ راه خوك اش ندير انا مع سيدي ربي؟ راه خوك. كنقول لي لا راه ربي تيسامح. تنقول لي راه خوك، انا بقيت في فم ديك الكلمه غير ديال راه خوك. خوك وانا عندي بنت عباد الله، راه عندي بنت هي ناس حداك وما احترمتي. انا ما تحترمنيش، تحترم غير بنتك. تيقول لي انا بغيتك نشوف، ما ولا ما بغيتيش تقولي مع خويا نشوف صاحبي. هو قالك تي او نشوف صاحبي، هو باغي انا ما عرف شنو باغي يتاجر بيا ولا ما عرف شنو باغي يدير فيا. منين قلت ليه لا، تخيل معايا بنتي راه عندها ديك الساعه شي 4 شهور بحال هكا. منين قلت ليه لا، انا تيضربني الواحد الضرب اللي ما يمكنش. اول مره يعني الدم تيبقى يخرج لك من فمك ومن نيفك، ودنيا تنحس بهم. الدم هبط ليا منهم كتاش ما كليت العصا داك النهار، وهذا الشيء ما في خبار تما ما دار حتى واحد، ما في خبار. اول مره تنقول حتى واحد في حياتي ما عارف هذه الكلمه هذه، هذا الشيء دابا اللي قلت لك. واو بزاف. تنقول ليه لا، تيقولك ماشي سوق بالسيف عليك غادي يجي، وبغيتي ولا ما بغيتيش اختار، يا اما خويا يا اما صاحبي. منين خرج سد عليا الباب وخرج خلاني في ديك الحاله، بنتي كتبكي. تنقول لي شوف غير بنتك، راه كتشوف فيك تضربني. والو، منين خرج للبيت خرج سد عليا الباب ومشى. منين مشى تنسمعو تيهضر هو وخوه، تيقول لي هو راني قنعتها، غنقنعها ما تخافش، راه هي خصك تعطيني ديك 200 درهم. على من؟ قال لك على ود 4000. راني غنقنعها ولكن خصك تعطيني ديك 4000 اللي قلتي لي. ما نكتبش عليك، ولا تيبان لي نحس بنتي مع ديك 12 ديال الليل ولا الوحدة الليل وغنمشي في حالي. هكاي طبعا لقيت ما غادي ندير، شحال ندير؟ سديت عليا الباب. لبس، تخيل معايا الصهد تيقتل وانا راه لابسه 4 سراول وربعه الحوايج. كنقول ما نعرف الناس وخايفه على راسي، كلشي نتوقعو منه. بنتي شاده حدايا خايفه عليها منه، كلشي وليت كنخاف من حوايجي.
صافي نهزت الصباح فقت فقت صافي قلت له لما مالك يا نهار شنو فيك عيني كل شيء وجهي زرق كل شيء غير انا حيت ما تنطلعش لعندهم هي اللي جات لعندي وجاتني ديك الحاله مالك قلت لها ولدك ولي دار فيا الناس كلهم اليوم كيقولوا لي جيتي في حاله ورجعتي في حاله اخرى مالك شنو طرا لك امينه توليتي في هاد الحاله شنو ولاك توليتي امينه في هاد الحاله تنقول لهم ديك جارنا ما بقاتش كتقدر تخيل معايا لدابا يعني انا والله ما دعيت فيها ولا قلت الله يخلصها ربي يخلصها من عنده دابا حاليا فيها المرض الخايب يعني كتداوي عند المرض الخايب في الرحم ديالها ولات كتقول لي امينه واقيلا ذنوبك اللي خرجوا فيا تنقول لي انا والله ما دعيت فيك ولا قتلت شي حاجه ربي انا وكلت امري سيد ربي تقول لي راه واقيلا ذنوبكم اللي خرجوا فيا وما اللي خلاوني نكون هكا يعني مور هادشي هذا كلشي كلشي كان كيقول لي مالك ما عمرت شكيت لشي حد ما عمرني خرجت ما عمرني حتى حاجه مع شمع مزيانه خوتو كانوا كيقولوا لي لا فرطتي بديك الانسانه راه هزك الماء لا اخوهم تيقول لي ديك البنت ما تلقاش فحال وليت في بالليل ما بقيتش كنعس وليت كنصلي مور داكشي اللي وقع الكامل وانا تنصلي تخيل معايا تنصلي تيجي تطفى عليا الضوء وانا تنقرا القران تيقول لي بغيتي تقرا القران سير خرجي عليا برا وقراي صلاي ولا كيحيدها لي يعني واحد العقليه عنده شي شكل من وراها ما نكذبش عليك ما بقيتش قادره جيت لهنا عاودت لماما ولو غير شويه من داكشي اللي وقع اش كنقولها ماما شنو دار ليا قالت ليا تخيل معايا كان عندي شعري طويل من حلته ماما بكتس انا ما كنتش كنمش شعري ما كنتش ديها في راسي كاع تخيل معايا شعري ما لقاتش ماما منيحه تنشطوا ليا ولا منيحه تحل باش كتقول لي واش لهاد الدرجه قلت ليها حتى لهاد الدرجه انا ما عاودتش ليها على داكشي قلت ليها حقره يعني عاودت ليها غير على المشاكل اما هادشي كون عاودته ليها كون ما عرفتش شنو طرا سكت ما قلت لها والو جاتني عيب انني نقول هاد الهضره واخا راها ماما قلت لها حقره ما تنقدرش وما تلقاش الوقت وتماره وهادي تلفيق بكري صافي جدات ماما شعري قطعاته لي قطعت لي شعري قالت لي ما تبقيش ترجعي ما ترجعيش عندك صافي عاد جلسي معاه بغى يمشي الله يعاود بنتك على ربي وحك تفرقي معاه قلت لها صافي منين تفارقت معاه قلت لها انا ما حرجعش شو ما كانش يجي معايا قلت لي انا ما غاديش نرجع لعندك قال لي كيفاش رجعت الهضره كتقول قلت لي ما غاديش نرجع انا وياك صافي سالي ولا تيجي لعندنا لهنا للدار جا دابز معانا هنا في الدار نوضنا الروينة ولا تيجي غير خويا ملي تيسمع خويا جيجي تا خويا لهنا ولا تيهددني تيقول لي تصاورك عندي كلشي عندي مراه ولات كنحس انا بتأني بالضامره تنقول واقيلا انا يمكن ظلمته انا يمكن واقيلا نحرم بنتي من باه وخا باها خايب ولكن ما تعيش بلا باه بقى كيجي لي داك تأني بالضامر بقى شحال من مرة واحد المرة هضر معايا كان عندي ديك الساعة تليفون هضر معايا قال لي ولا قالك زعما كيهضر معايا مزيان قلت ليه هضا قال لي غدا شنو عاد دير قلت ليه غدا عندي بنتي للطبيب قال لي علاش مالها قلت ليه عندها تلقيح داكشي اللي كاين مشيت لخديت طاكسي حيت حنا يعني الطبيب بعيد شوية خديت طاكسي مشيت بوحدي ملي خديت طاكسي نزلت لقيتو تيسني في الطبيب قالك يلا يديك معايا قلت لي ما غنمشيش قال لي قلت لك يلا يديك معايا قبل ما نديرو هنا الروين ما معايا حتى شي واحد غير بوحديتي ديت بنتي وركبت معاها قلت ربما تقدر يتبدل ولا ما نعرف ملي مشيت لتم قلتها لماما عاوتاني وصلت بقات ماما كتصوني عليا فينك قلت لها ماما عاش طرا وعاش طرا بقات كتغوت عاوتاني وكتشكي كتقولي واش عاوتاني بغيتي ترجعي للجحيم اللي كنتي فيه قلت لها لا ود بنتي ماما رجع للعافيه يا بنتي شكون مزيان صافي بقيت غدا معاه فداك الهوا ديالو مرة مزيان ديك الساعة كان يعني هو ديك الهضرة قال لي لها انا راك انا غير سكران ما كنتش صاحي باش قلت ديك الهضرة يعني سمحي لي انا ما عرفتش قلت راه يمكن بصح يقدر يكون هو نيت ما كانش في الوعي ديالو قال لي ديك الهضرة صافي ولا ساعة معايا مزيان وخا كيسكر وكيجي ما كانش كيدير بقاش يدير ديك الروينه
بقيت كنقول انا واقيلا راه تبدل. ايوا من وراها دوز واحد تقريبا داكشي ما كملش عليه حتى 15 يوم رجع للحاله ديالو هادي كيف ما كان عاوتاني الدوبل. منعوا عليا التليفون، مبقيتش كنهضر مع والديا، الماكله ما بقيتش نلقى ما ناكل، يعني ما يجيب معايا يصرف اصلا، هو ما كانش يصرف، كان غير والدي. بقيت هو اللي قلت لك في الاول كان كيقول لي خدم في التجاره، ملي مشيت لقيتو ما خدامش، كيصرفوا عليا غير والدي. ولا بغى يمشي للقهوه كيطلع عند امه كتعطيه 10 درهم كيمشي بها للقهوه. موي يعني داكشي كامل انا اصلا ما كنتش، هو ما كان عاقل عليا حتى شي حاجه، غير كلمه راني مزوجه الحوايج كانت ماما اللي كتشري ليا، ماما اللي كتكسي بنتي، ماما اللي كتكسيني، كلشي هزني غير والدي. بقيت معاه فداك الهوا ديالو وبعد ما كيزيد فيه. واحد النهار قال لي غادي نمشيو لديك الدار اللي عنده في العروبيه. ايوا انا مشيت صافي وصلت لتما عندهم، ما كاين حتى شي واحد تحت اصلا، نمشي لخاوي غير انا وياه. وصلت قد تما حطينا الماكله كيما قال لي انا غنخرج نطلع شي مع الدراري عاد نرجع. قلت لي صافي يا هادي قس انا هكاك في الدار. مشى هو خرج، ما رجعتش تقريبا نقول لك الوحدة عاوتاني ديال الليل ولا جوج ديال الليل. رجع تاني هو شي دراري اخرين ما عرفتهمش اصلا هادوك شكون، ما عمر ما شفتهم. ومعاهم خو اصلا ما جاش معانا، يعني واش جا موراه ولا مشى ليه جابو ولا ما عرفتش انا كيفاش. المهم يعني ما جاش معانا خو. المهم تقريبا هما بيهم اربعة، راجلي وخوه وجوج دراري اخرين ما عرفتهم شكون هم. منين جا جايب معاهم داك الشراب، جايب داكشي كامل، كيقول لي تسخري علينا، تجيبي لنا داكشي سري وجدي لنا العشاء وديري لنا وخلي لينا وتركي. انا يعني قلت واقيلا راه صحابو عادي، حيت كنوجد لهم في الماكله تنحط لهم عادي. منين حطيت لهم داكشي طلعت انا للبيت، طلعت عاوتاني انا للبيت وهو يجي عندي. كملت تقريبا شي نص ساعه جل عندي تيقولي حيدي حوايجك، تنقولي لا حيدي حوايج، ما حيدي حوايجي، قلتلك حيدي حوايجك. بنتي راها فايقة، يعني بنتي راها جالسة وتتشوفي. جاب الله ما كانت كتعرف، تيقولي قلتلك حيدي حوايجك، تنقولي لا بقينا حيدي حوايجك. بغيت حيدي حوايجك ونقولي علاش، قلت انا نحيد حوايجي. قالي صاحبي ما خصكيش تعطلي. قلتلو ولكن قولي علاش، هو يقولي هانتي نورها انا جبت يعني 1000 درهم جبت 20 سميتي سنتكر. تيقول لي انا جبت 1000 درهم يعني 20000 غنديرو بها ونفعلو. قلت لي انا يعني فرحت صراحه، قلت لي منين خديتيها؟ قال لي هادر غنحيدو لبنتي، يعني اللي بنتي انا نحيدو لها، كانت عندها واحد توحيم في اليد ديالها، غنحيدو لها واحد تروحي من اليد ديالها باينه فيها، غير لاطراس ولكن حيدوها ليها وعن تشريو ليها ونفعلو ليها وهادي وهادي. انا فرحت كلي منين قال لي راه غير واحد الفلوس ما دبرش على ما يهمش منين. قلت ليه صافي، ويقول لي وحيدي حوايجك تاعك. قلت ليه علاش؟ قال لي حتى الفلوس عطاها ليا نص، عطاها ليا صحابي اللي كانوا معايا طوالي والدراري اللي جاو معنا غريب. قلت لي ولكن علاش عطاوها لك؟ قال لي داك الشيء ما تفهميش ليه، المهم هو انهم عطوها لي بحال الدين. قلت لي بقى كيشرح لي، قلت انا بحال شادين هذا الشيء دابا واعي بحال شادين. قال لي هما يعطوني الفلوس وانا نعطيك ليهم انت. واو يعني قلت لي كيفاش هما عطاو كل الفلوس وانت عاد انا نولي ليهم؟ تيقول لي غير نهار. شي يقول لي نهار أمينة ما في والو، نهار بسميشو بعشرين ألف راه مزيانة، نور راه مزيانة أمينة، راه نوليو باخر. تنقول ليه لا سمح لي أنا ما نقدرش. تيقول لي أمينة راه خصك تشوفي مستقبلنا وتشوفي هادي. نقول ليه واش نتا بعقلك لدرجة وما كنتش قادرة نهضر؟ صافي قلت لي ديك المرة قلتي لي أنك نتا ما كنتيش في الوعي ديالك، دابا كتقول لي أنك صحابك بجوج
على ود 20,000. تقول لي باش انا غادي نلقى باش نشري الحشيش، وباش نلقى انا باش نكمي، وباش نلقى انا باش نفعل. هما راهم لتحت، قال لي امين راهم لتحت يتسناو، خصك تقولي لي دغيا باش نقول لهم. باش انا كيقول لي البنت ديالي انا هنخرجها، انا هنديها. تنقولي لي بغيتي دير واحد الحاجه قتلني ودخل دخل صحابك هنا. الا انت عطاك خاطرك دير فيا هادشي، انا ما عطانيش خاطر. جاب الله حتى انا واحد الدار ديال يعني العائله ديالو، حتى انا شر قلت اقسم بالله مشى تدخل شي واحد لهنا، لا انا غادي نخرج من هاد الشر، يا اما انا غنكسر راسي ولا عطرا فيه شي كلمه. مرة بدات يقول لي لا وهادي وهادي، الشرجم ما فيش، ما عندوش داك الحديد. خرجت انا من داك الشرجم، يعني رجلي راهم في الارض وانا راني برا، وتنغوت على عائلتي يخرجوا لعند ماشي سليف. ما تيقولك علاش كتعيطي ليهم؟ المهم هو اصلا كان ديك الساعه راه شي باغي يسد لي فمي، باغي يضربني، باغي يدير اي حاجه، ولكن انا تنغوت، يعني تنغوت على البنات اللي بنات عائلته. خرجوا لعندي تيبانوا لهم غير رجليا من الشرجم حيت البيت فيه الضو. جاو دخلوا لقاو نفس داكشي، يعني قراعي ديال الشراب، دوك الدراري معاهم خرجوا مشاو، هو ما لقانا يقول ما عادو. هزوني مساكن ديك الساعه داوني لعندهم الدار. شنو كاين؟ عاودت ليهم هادوك هما اللي عاودت ليهم. قلت لهم اش قال لي، اش قال لي، اش قال لي. ما كنتش كنهضر مع ماما، هضرت مع هذيك الساعه قلت لها ماما راه غدا غادي نجي في حال. قالت لي اجي مرحبا بك. صافي زيت الصباح قلت ليه انا ما خصنيش نبقى هنا، انا ما يعني ما قلتليش غنمشي للدار، ما قلت ليه خصني نمشي بحال، رجعوا لمدينتنا فيكن، يعني الدار ديال البيت. رجعنا قلت ليه ضروري خصني نمشي باش نمشي حق الحمام وعاد نعاود نرجعو. قال لي واخا، خليته هو مشى للقهوة. مع هذيك 10 ديال الليل هزيت بنتي، هزيت حوايجي، حتى حوايجي قلت هزيت غير بنتي وخرجت بحال، يعني في الباب ديال الدار خليته محلول. المهم هرج من ديك البلاصه ومشيت شي حالتي نيشا طاكسي، يعني غير تنعيط الشعر اللي وقف ليا تنقول لي غير ديني. عطاوني تليفون، ركبت مع واحد مول الطاكسي، عطاني تليفون قلت ليها امي عافاك راه ضروري خصني نمشي فحال، ديني من هنا. قال لي الفلوس، قلت لي غير ديني، انا نعيط لماما هي عاد جات عطاك الفلوس. عطاني تليفون وصوري سلام، قلت لي اجي عندي دابا راني جاي. جاو ما يداوني لمدينه اخرى، ما عنديش معاه لا اوراق، ما عند بنتي لا حاله المدنيه، ما عندي حتى شي حاجه. المهم هو عامين اللي دوزت معاه، جيت في حالتي للدار، مشيت عند عائلتي قلت معاهم، يعني عماماتي وداكشي، بقيت عايشه معاهم، دوزت عامين وانا في الدار. مرة جيت لدارنا اللي هو عارف البلاصه، دارنا فين جات وعارف كل شيء، ولكن ما عمره ما جا، ما عمره سول في بنته، ما عمره حتى شي حاجه. موراها انا العام، انا اصلا لقيتها فجيت درت به شكاية المحكمة، دوزت عامين عاد خرجت، يعني عام مؤخرا، يعني مازال ما طلقتيش؟ دوزت كلها طلقت. دوزت ديك العامين ديالي هنا في الدار، عاد خرجت ليا الشكاية، خرجت ليا صيفطوني لواحد المدينة بعيدة علينا شوية. من صيفطوني عاودت ليا قلت ليهم اش كاين عند قاضي التحقيق، قلتلها شنو دار ليا، وجهي في وجهو تيشوف فيا تيقول لي لا لقيتها ماشي بنت وسرتها. قلتلي شوف، قلتلي البنت الاولى نفس الشيء، قال لهم ما لقيتها ماشي بنت، وانا عاوتاني كذلك بغي يطيح عليا نفس الشيء. وين تقاضي تقف؟ قال لي الا جن البنت الاولى وجن هاد البنت دابا هادي اللي معاك، راه اقسم بالله قال لي هما غادي يشهدوا فيك ويقولك انت ماشي عارف شي هما اللي ماشي بنات. وبقى غير ساكت، قال لي قضية التحقيق لا بغيتي غادي يدخل الحبس ودوز 5 سنين على انه زواج القاصر، وموراها تاخدي الحقوق ديالك منه. قلت انا ما بغيت حتى شي حاجه، ولا هو شاف فيا بدا كيرغب، عافاك هنا عافاك، ما بغيتش ندخل الحبس، عافاك عافاك. قلت ليه شو انا الحبس ديالك متي يعني ليا والو؟ قال لي انا امينه غنشدو تقبل بسيمانه وانا هنا.
ما تخليناش 5 سنين. قلت لي انت اللي كنتي انا راه داكشي جايتك الله ربي يخلصك، ما هنا راه ما عندي من نستافد منك والو، كيبقيتي كتخلطي الحبس كيخرجتي. قلت القاضي تحقيق انا بغيت منو والو، بغيت غير الوراق ديالي، بغيت العقد ديالي وبغيت العقد ديالي. قال لي صافي سيروا للبلاصه ديالكم وخذوا الوراق وجمعوا الوراق ديالكم ديال العقد. قال لي نعطيكم واحد المهله الا ما قادش لكم زعما الا ما بغاش يدير لك العقد انا نتفاهم معاه ونعاودو نستدعيكم ديك الساعه يتشد. صافي جيت جمعت ثاني الوراق ديالي ارسم على العقد طلقت. دابا حاليا يعني يلا خدت الطلاق ديالي ما كانش كمان شي شهرين عاد خرجوا لي الصداق ديالي. قالك حيت الصداق ديالك ما خديتيش عاد تاخديه واحد العدة ديالك. دابا راني باقا مع العون القضائي بنت الشهادة وهذا الشي اللي كان. هذه هي القصة ديالي، القصة ديالي بخلاصة اللي بغيت نقول للبنات يحاولوا زواج ديال الصغار يبعدوا منه. نصيحة مني عمر شي بنت ما تبيع راسها رخيصة حيت القيمة اللي ما عطاتهاش راسها عمر شي واحد ما يعطيها لك. انا من هاد الحياة في هذاك الدرس هزيت انا البنت اللي كيقولك البنت الصغيرة ما قدرتش تحمل المسؤولية ديال الزواج، هزيت المسؤولية اللي كتر مني. ما بغيتش البنات كاملين يعانيو منها ولا يدوزو منها حيت الزواج هاد الوقت خصك تشوفي اللي يعطيك اللي يعطيك الاهتمام اللي تحسي بيه معاك وجنبك. هكا كان كنتسنى ما بقاش عندي امل خويا بدر في الزواج. ها الوالده راك عارضه بيك شوف عمرك دابا 20 عام يلا كملتها وبنتي راه عندها حاليا 3 سنين. واي شنو نقول لك المهم يعني القصه ديالي كي المهم هادشي اللي درت منه وهادشي اللي فات. بغيت ننصح غير البنات نقول لهم الزواج ديال الصغر يبعدوا منه. عمر شي وحده ما تفكر انها تزوج صغيره والقيمه عطيها لراسك حيت ما شي حد ما يعطيها لك. انا يعني كنت كنقول ما كيهمني حتى حاجه. تخيل معايا الخاتم ديال الزواج ما كانش عندي، مشيت شريت خاتم كلاكيور باش نبان انني مزوجه، غير هو يكون غير ولد الناس غير يصدق معايا راجل والو. يعني القيمه عارفين لمن تعطيها. الا كان شي انسان انه يستاهل انك تكوني معاه مزيان وتكوني معاه متواضعه كوني معاه. يعني انا هذا خرج لي على حياتي، خرج لي على مستقبلي، قرايتي. مازال 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 حاليا مازال الحياه الطموح ديالي في الحياه. شوف هي هادشي اللي داز عليك صعيب، ولكن فوقاش تقولي لي الحياه انتهت حتى نهار ياخذ ربي روحك مازال قادر تدري بزاف ديال الحوايج. هاد الحياه تتعلمك الضربه الا ما قتلتكش خاصها تقويك. بعض المرات تقصح حنا الدنيا ما نكذبوش على الله، ولكن بكثر داك التقصح ممكن تنجحي. انا هادشي اللي وليت دابا كان يعني كنحاول انا نتاقلم دابا مع الوضع دابا حاليا. بغيت نفكر غير ليا هادشي اللي بقى لي التالي ونشوف شي خدمه ونخرج نخدم نعاون بنتي حيت اصلا راك عارف العائله علاقة الحال العروبيه راك عارف داكشي اللي الا شي واحد بغى الرقم ديالك امينه الا بغى مرحبا ما عنديش مشكل. ما عنديش مشكل. شنو المدينه اللي قريبه لك ولا المدينه اللي ساكنه فيها؟ المدينه اللي قريبه ليا مكناس. مكناس. انت من سيدي قاسم؟ ابي مكناس وسيدي قاسم. مكناس الناس ديال مكناس وسيدي قاسم اللي بغا نعاونها في خدمه تخدم يتواصل معايا عبر الصفحه الرسميه بي ا تي ار او اسباس اش اي ال ا ان اي. يكتب لي بغيت الرقم ديال امينه اللي من مكناس. ماشي اللي الرقم ديال امينه. نعم امينه انا هادشي اللي يعني كنشوف دابا حاليا حيت اصلا هاد العام اللي دوزت في الدار يعني ما درت حتى شي حاجه في حياتي، يعني ما خدمتش ما والو بقيت غير في الدار وما عنديش مشكل. يعني حتى البنت ديالي حاليا حاصها عامل، يعني هادشي اللي كنقول حاول نعاونها ما عنديش مشكل. يعني حتى تواصل معايا شي حد بغا نصورها لي بغا نوري داك الشيء كلشي اللي بنتي. شنو خاصها؟ بنتي شنو خاصها؟ عمليه. علاش؟ عندها واحد توحيمه في الدار ديالها كتكبر. واخا اللي بغى يعاونها صافي عفوا يتواصل معايا بالصفحه الرسميه بي ا دي او اغ او دائما اغ عاد او اسباس اش اي ال اي دي. عشان نقول لك شكرا. نتمنى كلشي يدير معاها. اي واحد يتفرج في هذه الحلقه يكتب لها شي دعوه. نتمنى تعيطي لنا المره الجايه وانت مزيان وفي احسن الاحوال. تنشكرك بزاف.
شكرا بزاف امينة اللي تشارك معنا القصة ديالك، والله يجعل كل ما سبق من ايامك يا سعادة وفرح. شكرا لك. شكرا.